وصلت إلى دولة ليبيا حاملة المروحيات المسترال للعمل كمستشفى ميداني لدعم متضرري إعصار ليبيا. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية إلى ليبيا وبذل أقصى جهد للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية. حول ذلك وللمزيد ينضم إلينا من قاعدة طبرق البحرية في ليبيا الزميل ياسر عبد الستار موفد إكسترا نيوز إلى هناك. أرحب بك ياسر، وماذا يجري من حولك؟ أهلا بك دارين، أهلا بك كريم، أهلا بحضراتكم مشاهدي قناة إكسترا نيوز. نحن الآن في قاعدة طبرق البحرية حيث وصلت حاملة المروحيات مسترال جمال عبد الناصر يوم أمس، وبدأت اليوم في تفريغ حمولة المساعدات المقدمة من الشعب المصري والدولة المصرية إلى الأشقاء في دولة ليبيا. طبعا هذه المساعدات مساعدات كبيرة وكثيرة، منها على سبيل المثال 1102 حاوية، منهم 79 حاوية تحمل المساعدات الغذائية. طبعا هذه المساعدات الغذائية بتتنوع ما بين مساعدات تكفي للأفراد، وأيضا هناك مساعدات بكميات كبيرة للهيئات التي تقدم الإغاثة للمناطق المنكوبة في ليبيا. أيضا هذه المساعدات يوجد بها الخيام والأغطية من بطاطين وإلى ذلك، وأيضا هناك مساعدات طبية تشمل أدوية وأيضا تشمل مستشفيات ميدانية. طبعا هذه المساعدات دارين توزع بالتنسيق مع الجانب الليبي والجانب المصري، فكان هناك يوم أمس لقاء بين أفراد أو القيادات بين الجانبين للتنسيق بشأن مسألة استلام وتوزيع هذه المساعدات. بعد ذلك دارين هناك 23 حاوية تعتبر مستشفيات ميدانية جاهزة للعمل في أي مكان طبقا زي ما قلت لك للتنسيق مع الجانب الليبي. دارين يعني هناك حالة من يعني نقدر نقول يعني تخفيف أو السعادة هنا من الجانب الليبي والشعب الليبي عندما رأى وهذه المساعدات أو وصلت هذه المساعدات من جمهورية مصر العربية. وطبعا يعني هناك شكر من الجانب الليبي لهذه المساعدات التي وصلت سريعا، وهذه الهبة من جمهورية مصر العربية لمساعدة الشعب الليبي الشقيق، حيث أن حجم الدمار دارين يعني يفوق الوصف. يعني عند زيارتنا للمناطق المنكوبة زرنا العديد من المناطق، طبعا المناطق هناك تدمير شامل في بعض المناطق وخاصة مدينة درنا الليبية، فالناس هناك يحتاجون إلى كل شيء، فهناك من أسر كاملة ليس لها مأوى وليس لها أي مكان وليس معها أي شيء، فكل شيء جرف عن طريق المياه. وطبعا بعد انهيار السدين في مدينة درنا الليبية. أيضا دارين لو بالعودة إلى تفريغ الحمولة من حاملة المروحيات المسترال، فيعني من خلفي نتابع يعني تفريغ الحاويات على متن حاملة المروحيات المصرية جمال عبد الناصر نتابع. فمنذ الصباح الباكر بدأت عملية التفريغ، حيث كان يوم أمس بعد وصول الباخرة كانت هناك طبعا يعني نقدر نقول اختبار لتحمل الرصيف الميناء لهذه الكميات الضخمة طبعا من الأوزان الثقيلة. دارين هذه المروحية أو هذه حاملة المروحيات مسترال أيضا على متنها معدات هندسية كثيرة غير الحاويات، يعني هناك من حفارات وأوناش ولودرات، وأيضا هناك معدات لشفط المياه، وهناك مولدات كهربائية
طبعا للاستخدام في المناطق طبقا للاحتياج، وذلك بالتنسيق مع الجانب الليبي. يعني الحاويات بعد تفريغها من المسترال تقوم السلطات المصرية والسلطات الليبية بالتنسيق، وتقوم يقوم الجانب الليبي بتوزيع هذه المهمات طبقا لاحتياجات الأماكن المتضررة. فطبعا الجانب الليبي هو الأدرى بكيفية توزيع هذه المساعدات. إليك دارين. بشكرك شكرا جزيلا الزميل ياسر عبد الستار، كنت معنا من قاعدة طبرق البحرية في ليبيا، وأطلعتنا على تفاصيل المساعدات المصرية المقدمة للجانب الليبي على متن حاملة المروحيات مسترال، والتي وصلت إلى الشواطئ الليبية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. أكرر شكري لك ياسر.